طريقة اشتهر بها هذا المسجد الكبير، يصلون على النبي المصطفى الذي حمل العلامة الشهيد شهيد المحراب، حمل رسالته بكل أمانة وإخلاص واقتدار، بكل عزيمة وإصرار. هو الذي دعا إلى الفكر الحر، ودعا إلى مجابهة الكلمة بالكلمة. مؤذنو مسجد بني أمية الكبير يتقدمون الإخوة المشاركين في هذا التشييع في مشهد لن تنساه دمشق، في وداع عالمها، في وداع شيخ علمائها. سماحة المفتي العام للجمهورية، والسادة الوزراء يتقدمون المشيعين، وقد حمل على أكتاف علماء الشام، علماء دمشق الشام الذين تشاركوا مع شهيد المحراب، مع العلامة الكبير محمد سعيد رمضان البوطي. صلي السنة وبعدها صلاة الجنازة إن شاء الله. يحملون العلامة الكبير الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي، يحملونه في قلوبهم، يحملونه في عقولهم، ويتقدمون به الآن إلى جوار منبره الذي كان يلقي خطبه إلى عموم المسلمين الذي كان يلقي فكره إلى جموع الناس، الذي كان يجاهد من منبره، يجاهد بالكلمة ويؤمن بالحوار
ويؤمن بالحجة، لكنهم لم يحتملوا كلمته ولم يستطيعوا مجابهة فكره، فأرسلوا النار، أرسلوا يد الغدر والإرهاب والإجرام، أرسلوهم لكي يقوموا بتفجير إرهابي جبان في بيت من بيوت الله، التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعلى آل محمد يا ربي وسلم، واختم بالخير، ورضي الله على أصحاب رسول الله أجمعين. الصلاة على فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين المندرج بالوفاء إلى سعة عفو الله وغفرانه، والواصل إن شاء الله برحمته إلى فسيح جنانه، بوفاة مولانا المرحوم الشهيد العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، سبحان الحي الذي لا يموت. الرجاء نبينا محمد وعلى آل محمد يا ربي وسلم، واختم بخير، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. إخواننا بدنا نصلي على الجنازة، رجاء الصمت.
رجاء الصمت والرجوع الى الخلف. نصلي على الجنازة. سيدنا محمد اللي بيحب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يصمت. اللي بيحب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يصمت. نصلي على الجنازة يا اخواننا. اجلسوا في اماكنكم. اجلسوا يا اخواننا.